بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم بطريقة مسك القلم. هذا قلم النسخ مشطوب بزاوية تابعة لخط النسخ، وراحة يد الخطاط وتختلف بزاوية إلى أخرى حسب يد الخطاط ومسكته للقلم، لكن هناك قواعد وأصول يجب اتباعها في قط القلم. رسم حرف الألف، نأخذ كأن القلم من الأمام على سنه ونبدأ بحركة رأسية من أعلى إلى أسفل. هذا الميزان 1 2 3 4، بعض الخطاطين يعملوا 5 نقاط: ألف سيفية بهذا الشكل. دي حركة رأسية. حركة الأفقية بعرض القلم، عرض القلم كله. عندنا مجموعة من الحركات الأولية التي يتكون منها حروف خط النسخ. نبتدي بالحركة الأولى وهي حركة قوسية، ميزانها 1.5 نقطة. ونقول على هذه الحركة رقم 1. ثم حركة قوسية أكبر شوية، ميزانها 2.5 نقطة. نقول عليها رقم 2. ثم حركة بحلية بشكل معين وطولها 3 نقاط أو ميزانها 3 نقاط. هذه حركة رقم 3. ثم حركة بنفس الحلية ولكن ميزانها أكبر، 4 نقاط. هذه الحركات الأربعة تدخل في مجموعة من حروف خط النسخ، والبحث هنا أي من حروف خط النسخ تدخل في الحركة الأولى وتدخل في الحركة الثانية أو تدخل في الحركة الثالثة أو الحركة الرابعة. طيب، هنقول الحركة رقم 1 بهذا الشكل اللي ميزانها 1.5، دي رقم 1، بتدخل في رسم حرف الباء. أدي الحركة الأولى ودي رسم حرف الباء، يبقى دي الحركة رقم 1. نكمل ميزان حرف الباء، التقارب هذا يساوي 0.5 نقطة، والميزان 1 2 3 4، وده ميزان حرف الباء. والجزء الأول زي ما قلنا 1.5 نقطة. بعد رسم الجزء الأول للفاء، الجزء المقوس هذا، بننقل الفاء الباء إلى الفاء عشان نرسم حرف الفاء بهذا الشكل. ونفس الكلام، هذا جزء رقم 1 بالإضافة إلى الجزء الأول المقوس وبالإضافة إلى ميزان الباء العادي. بيدخل في رسم حرف الراء، هذا هو الجزء الأول، الميزان 1.5 نقطة. ثم بقية رسم حرف الراء، ميزان حرف الراء 3 نقاط بالشكل ده، والجزء الأولاني زي ما قلنا 1.5 نقطة، يبقى الحركة دي رقم 1 أيضا. ما دام رسمنا حرف الراء هنتجه إلى رسم حرف
الواو الجزء الأول هو الجزء المقوس مثل الفاء بالضبط، ثم نرسم راء بنفس الراء السابقة علشان نقول أن الجزء برضو ده هو رقم واحد. طيب النون نفس الحركة ولكن تزيد نص نقطة، وهذا هو رسم حرف النون، وميزانه 3 نقاط من الداخل، والجزء الأعلى الجزء الأول هذا أعلى من الجزء الثاني بنقطة صغيرة أو نص نقطة. أيضا الحركة رقم واحد تدخل في رسم حرف الباء ميم أو ياء ميم، وتدخل أيضا في رسم حرف الباء ياء. أو ياء أو نون ياء. نيجي الحركة الثانية اللي ميزانها 2.5، أهي الحركة الثانية ميزانها 2.5، دي بتدخل في رسم حرف الدال، أدي الحركة أهي، ثم الجزء الثاني من الدال ده ميزانه 2.5 اهو، والجزء هذا ميزانه 2. لو حبينا نرسم كاف ألف هستخدم نفس الحركة اهو، الجزء الثاني ثم أعلو وأرسم الشارع حقت الكاف، يبقى أنا استخدمت الحركة رقم 2 في رسم حرف كاف ألف، وكذلك أنتقل إلى الحركة رقم 3 حلية، ثم ميزان هذه الحركة 3 نقاط، 1، 2، 3. هذه الحركة رقم 3 بتدخل في رسم حرف الهاء، الجزء الأول اهو حركة موجية كده، هرسمها تاني، حركة موجية ثم أرسم فاء، يبقى الفاء دي هي اللي بتكمل رسم حرف الهاء. معنى كده انا قلت ادي 1 وادي 2.